بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، راح نحل مع بعض بإذن تعالى الاختبار الأخير ببحث العلاقة ما بين الزوايا والأضلاع في المثلث. في عندي بالسؤال الأول عطيني المثلث ABC وبقلبه أخذ الخط DE، عم بيقول لي أم بيوك أتشن هانج سيدر، بده أكبر زاوية. لو باشرنا بالمثلث الصغير ADE بلاحظ عندي الأضلاع 2 ب 3 ب 5، أكيد إذا الزاوية الكبيرة هي قلنا مقابل الضلع الكبير، يعني الـ A أكبر من الـ D والـ E، فإذا خرجت الـ D والـ E خرجوا من المقارنة. طيب بقي عندي المثلث الكبير الـ ABC، بلاحظ طول هذا الضلع 7، AB طوله 7 وطول الضلع BC 7، فإذا الزاوية C بقد الزاوية A، لكن طول الضلع AC طوله 9، فإذا الزاوية B هي أكبر زاوية، فإذا الجواب هو B. بهذا السؤال عم بيطلب مني مجال X، إذن X وين محصورة بين شو وجهه؟ طيب نحن بنعرف المتراجحات في المثلث بتقلي طول الضلع في المثلث اللي هو مثلا 3X أصغر من مجموع الضلعين المتبقيين، يعني أصغر من ال 15 وأكبر من فرقهما 9 راح 6، إذا راح يكون 3. رح أقسم الطرفين على 3، صار عندي X أصغر من 5 وأكبر من 1، إذن بين الواحد والخمسة، إذن جوابي هو J. بالسؤال الثالث في عندي هون عم بيقول لي الـ X، طبعا هذا خط متوسط بده المينيموم للـ X، طبعا X ينتمي لزيت. شباب كان عندي قاعدة بتقلي الخط المتوسط باخد الضلعين اللي حواليه جمعهم على 2 وطرحهم على 2، 12 و 6 18 على 2 9، 12 راح 6 اذا 6 على 2 اذا 3، هو طالب المينيموم، المينيموم باخده من اشارة اكبر، x اكبر من 3 يعني المينيموم لازم يكون 4. طيب شباب لو انا كنت نسيان هذا القانون، لو انا ما خطر لي هذا القانون شو بنساوي؟ في عنا حل بديل، انه اخذ من النقطة اي اوصل الى منتصف هذا الضلع، اذا الى منتصف الضلع احد الضلعين، طبعا ماني مضطر للضلع، يعني اما باخذ ل اي بي او ل بي سي. طبعا هذا هون ما عاد 12، عندي هذا 6 ب 6. شباب بما انه القطعه اي سمي لي هي النقطه كا، اي كا هي صارت موازيه ل اي بي وتساوي نصها، اذا هذا الطول هون راح يكون 3، فاذا انا بامكاني ادرس اكس من خلال المثلث بي كا اي، إذا X راح يكون محصور ما بين جمع الضلعين 9 وطرح الضلعين 3. أيضا أنا بدي المينيموم باخده من إشارة الأكبر، معناته راح يطلع معي الجواب 4 بنفس الطريقتين نفس الجواب. السؤال الرابع أيضا هو شبيه بالسؤال اللي قبله، كمان الـ X راح يكون عندي محصور بين جمع الضلعين 24 على 2 يعني 12 وطرح الضلعين 14 راح 10 4 على 2 يعني 2، هو بده الماكس، الماكس بجيبه من إشارة أصغر، إذا X أصغر من 12 يعني لازم يكون 11، جواب B. بالسؤال الخامس أيضا X هو خط متوسط لكن دخل عندي شرط زاوية. طيب في البداية أنا راح أخذ بدون الاعتماد على الزاوية، إذا X راح يكون محصور ما بين جمع الضلعين 14 على 2 7 وطرح الضلعين 2 على 2 إذا 1. طيب هلا رح ناخذ شرط الزاويه بعين الاعتبار، عم بيقول لي الاي اكبر من 90. طب انا لو اعتبرت انه الاي 90، على سبيل المثال انه اعتبرت انه الاي 90، رح يكون عندي 6 8، اذا فهذا الضلع هون لازم يكون يطلع طوله 10، انا رح اكون حصلت على ثلاثيه رائعه هون عندي، لانه اي منتصف الوتر رح يكون عندي 5 ب 5، معناها الاكس رح يكون 5. لكن شباب انا على اعتبار انه الزاوية اللي اعطاني اياها هي اكبر من 90، معناها هذا الضلع اي رح ينزل للاسفل، يعني رح اتخيل انه رسمتي هيك صارت بهذا الشكل، فاذا هذا الطول اللي هو اكس رح يكون اصغر من 5، اذا دخل عندي شرط جديد انه اكس اصغر من 5. انا بمتراجحتي النهائية رح اعتمد على الخمسة والواحد، رح يكون عندي الاكس محصور ما بين الواحد والخمسة، إذا الجواب هو A. بهذا المثال عندي مثلث كبير ABC هو مثلث قائم وبداخله أخذ ضلع BD و DC بهذا الشكل، عندي 8 15 وعندي الإكس، عم بيطلب مني X ينتمي لزيت، بده قيم، بده المينيموم للإكس أصغر قيمة. أول شيء رح أعتمد على متراجحة المثلث
إكس أصغر محصور ما بين جمع الضلعين 23 وطرح الضلعين 7. طيب أنا لكن عندي راح يدخل عندي شرط اللي هو شرط الزاوية. هذا هون عندي هاي الزاوية شو راح تكون؟ هاي الزاوية أكيد راح تكون هاي ألفا، هي أكبر من 90. ليش هذا الكلام؟ لو أنا اعتمدت على الشكل مثلا على سبيل المثال هذا الشكل، كنا نقول عنه قاعدة شالفر إذا بتتذكروا، أو هذا الشكل بالتركي بيسموه اتش بوكي، تمام؟ كنا نقول إنه قياس هاي الزاوية الخارجية تساوي مجموع قياس هاي الزاوية، خليني أسميها مثلا إكس أو بلا إكس، أي و بي، وهاي عندي هون 90. إذا قياس الزاوية ألفا هي 90 زائد أي زائد بي، مبين معناتها أكبر بكتير من 90. طيب ما دام هذا هاي الزاوية عم نقول إنه هي أكبر من 90، أنا لو كان عندي راح أفترض لو كانت 90 راح يكون عندي المثلث الشهير 8 15، إذا راح يكون الوتر 17. طيب هي أكبر من 90، فإذا الإكس لازم يطلع معي أكبر من 17. إذا متراجعتي النهائية صارت عندي بالمثلث هي 17 وال 23، إذا إكس محصور ما بين 17 وال 23. هو بده المينيموم، المينيموم راح أجيبه من إشارة أكبر، إذا راح يكون عندي 18. بهذا المثال في عندي منصف ومنصف 5 12، عندي هذا اكس عم يطلب مني المينيموم اكس زائد الماكس اكس. اول شيء راح اخذ متراجعه المثلث، الاكس راح تكون محصوره بين جمع الضلعين 17 وطرح الضلعين 7. الزاويه هاي زاويه الفا، نحن بنعرف الزاويه المحصوره بين منصفين داخليين هي 90 زائد قياس الزاويه المتبقيه على 2، اذا الفا اكبر من 90. طب انا لو كانت الفا، لو اعتبرت انه الفا 90 راح يكون 5 12، اذا هذا راح يطلع 13. لكن بما انه الفا اكبر من 90 فاذا الاكس لازم يكون اكبر من 13. المتراجحه النهائيه اللي راح اعتمد عليها هي ال 13 وال 17، اذا اكس محصور ما بين ال 13 وال 17. المينيموم راح يكون راح اخذه من هون، اذا ال 14. الماكس راح يكون اقل من 17، اذا 16، فالمجموع راح يكون 30، اذا جواب A. بهذا المثال عندي مثلثي الاساسي ABC اخذ منصف خارجي ومنصف خارجي اخر، عندي 7 24، عم بيطلب مني الماكس X. راح اخذ من متراجعه المثلث، انا عندي X اللي راح يكون محصور بين جمع الضلعين 31 وطرح الضلعين 17. ايضا من عندي زاويه التقاء منصفين خارجيين في المثلث، نحن الالفا، الفا شو كانت؟ هي 90 ناقص اي على 2، اذا معناتها هاي الزاويه اي، اذا هاي الزاويه الفا هي اقل من 90. طب انا لو كان عندي، لو كان عندي المثلث على فرض انه الالفا كانت قائمه 7 24، كان هذا الوتر راح يطلع 25، لكن بما انه الزاويه المقابله للوتر اصغر من 90 فإذا الإكس راح يكون أصغر من ال 25. هو عم بيطلب مني الإكس ماكس، أكبر قيمة لإكس، طبعا أنا راح أعتمد على هالرقمين هدول. الإكس ماكس راح أخذه من إشارة أصغر، فإذا هو 24. الجواب جي. بهذا المثال عندي عم بيقول لي إكس ينتمي لزد، بده إشجلين شيفرسن الماكسيموم ديل كاتش بريمدر، بده أكبر قيمة لمحيط المثلث. طب لأحصل على أكبر قيمة لمحيط المثلث لازم أخذ أكبر قيمة لإكس. هون أكبر قيمة لإكس بطالع من إشارة أصغر، يعني بدي يكون أصغر، إذن الماكسيموم باخده من إشارة أصغر. طيب أنا عندي كيف بدي أخذ الإكس أصغر من قيمة معينة؟ معناتها أنا لو أخذت طبعا متراجعة المثلث في عندي جمع الضلعين أصغر من أكبر، بده يكون من قيمة الضلع الأخير وأصغر من وطرح الضلعين هو أصغر من 12، إذا راح أعتمد على طرح الضلعين، هذا الضلع ناقص هذا الضلع. طب مين الكبير؟ لاحظوا 4x زائد 2 هون 3x زائد 1، هذا إذا أكيد 4x زائد 2 هو الكبير. طيب صار طرح الضلعين 4x راح منه 3x، إذا تبقى عندي x، 2 ناقص 1 بقي عندي 1، هذا أصغر من 12. طيب لو نقلنا الواحد لهالجهة صار عندي الإكس أصغر من 11، فالإكس ماكسيموم إذا هو 10،
عرفنا انه الاكس ماكس اكبر قيمه لاكس هي 10، فاذا هذا الضلع 4 ب 10 40 زائد 2 اذا 42، هذا الضلع 30 زائد 1 اذا 31، فصار عندي المحيط الاعظمي اللي هو 42 زائد 31 بيعطيني 73، 73 زائد 12 اذا راح يعطيني 85، فالجواب اذا هو ج. اذا هذا المثال شبيه بالمثال السابق، اذا ايضا بده ايش جنين ماكسيموم ديري، بده اكبر قيمه ممكنه للمحيط، قلنا راح ناخذ اكبر اكس ممكن وراح اخذه من اشاره اصغر، وبالتالي ال 6 اكس ناقص 3 اكس راح يبقى عندي اذا 3 اكس لازم تكون اصغر من ال 18، معناها الاكس اصغر من ال 6، اذا هذاك الوقت راح اخذ الاكس تساوي 5. طيب شو صار عندي؟ صار عندي لو اخذنا الاكس 5 اذا هذا الضلع هون عندي 15، هذا الضلع صار عندي 30، اذا 30 و15 45، 45 و 18 راح يكون عندي 63، فالجواب A. بهذا المثال عندي مثلث اطوال اضلاعه A و B و 6، عم بيقول لي A و B ينتموا لزد اعداد صحيحات، اعطيني الزوايا، الزاويه A اصغر من الزاويه C اصغر من الزاويه B. بده اجغنين تشيفريسينين ماكسيموم ديري كاتش بريمدير، بده اكبر قيمه لمحيط المثلث. طيب راح اخذ بحسب الزوايا ترتيب الاضلاع، يعني الزاويه ب هي عندي اكبر زاويه، الزاويه ب اكبر زاويه، فالمقابل لها هو الاي، اذا الضلع اي اكبر شيء. الزاويه جي بعد منها، اذا السته راح يكون في الوسط، بقي عندي الزاويه اي، اذا مقابلها الضلع بي هو اصغر ما يكون. طيب هو هون شو عم بيطلب مني؟ بده اعظم قيمه ممكنه لمحيط المثلث. طيب انا الاي ما فيني اتحكم فيه لانه من اشاره اكبر، ما بحسن اخذ اكبر قيمه له، وبالتالي انا راح اعتمد مبدئيا على البي. البي هو لازم يكون اصغر من السته، فعم بيقول لي هو من بينتمي لزد، اذا البي راح استعيد عنه بالرقم 5، اذا لازم يكون اصغر من السته. طيب شو صار عندي هلا؟ صار الضلع A محصور ما بين جمع الضلعين 11، طرح الضلعين 1. انا بدي اعظم قيمه لA، اذا راح اعتمد على هذا، على هذا القسم من المتراجحه، اذا راح يكون الA هو 10، فاصبح عندي الA 10، اصبح محيط المثلث 11 و10 21، الجواب J. بهذا السؤال عم بيقول لي الفا اصغر من 90 والبيتا اكبر من 90، عم بيطلب مني مجال X. شو هو مجالات X؟ راح أدرس إذن X أولا بالمثلث الكبير وثانيا في المثلث الصغير. طيب من المثلث الكبير خليني أخذ متراجحة المثلث، إذن X محصورة بين 8 و 15 23 و 7، إذن جمع الضلعين وطرح الضلعين. طيب لو كان أنا لو كان عندي ألف زاوية قائمة، إذن 8 15 راح يطلع معي هون 17، فإذا ألفا بما أنه أصغر من 90 رح يطلع معي الإكس أصغر من 17، إذا من هالمتراجحتين رح أعتمد على 17 والسبعة، إذا طلعت عندي متراجحة أنه إكس محصور ما بين 7 و17، هاي هي أول متراجحة عندي. طيب رح أجي أعتمد على المتراجحة الثانية، عفوا رح أخذ متراجحة ثانية من المثلث 6 8 واللي فيه الزاوية بيتا، إذا X لازم يكون محصور ما بين جمع الضلعين 14 طرح الضلعين 2. طيب من شرط الزاوية عم بيقول لي بيتا أكبر من 90، طب 6 8 شو بيعطيني لو كانت البيتا قائمة؟ أكيد راح يعطيني هون 10، هذا الضلع راح يكون 10. إذا بما إنه الزاوية أكبر من 90 فالX لازم يكون أكبر من 10. إذا صار عندي بهالمتراجحة راح أعتمد على المتراجحتين راح آخذ الـ 10 والـ 14. إذا الإكس محصور ما بين العشرة والأربعتاعش. إذن من أجل الاختيار من هالمتراجحتين إكس لازم يكون أكبر من الكبير يعني 10، وإكس لازم يكون أصغر من الصغير يعني اللي هو 14، فإذن إكس محصور ما بين العشرة والأربعتاعش يعني جوابي هو D. بالسؤال 13 عندي إكس ينتمي لزد، في عندي تعامد وتعامد، عم يطلب مني القيمة المينيموم للإكس. طب لو انا وصلت بين A و D راح يتشكل عندي مثلث قائم، وايضا لو وصلت بين A و C راح يتشكل ايضا عندي مثلث قائم اخر. طيب بلاحظ انا صارت عندي القيم،
ستة ثمانية فإذا هذا الضلع عشرة، خمسة اتناش إذا هذا الضلع تلتاش. إكس لازم يكون محصور ما بين جمع الضلعين إذا عشرة وتلتاش تلاتة وعشرين، وطرح الضلعين إذا تلاتة. هو بده المينيموم للإكس، إذا راح آخذ المينيموم من إشارة أكبر، إذا إكس لازم يكون أربعة. جواب ب. بهذا المثال في عندي 3x 4x 28، عم بيقول لي x ينتمي لزد، وعاطيني شرط الزوايا انه الا اكبر من ب، بده الماكسيموم ناقص المينيموم للاكس. طيب راح اخذ اول شيء متراجعه المثلث، جمع الضلعين اللي هو 7x لازم يكون اكبر من الضلع المتبقي اللي هو 28، وبالتالي الاكس لازم يكون اكبر من 4. اذا اخذنا هذا الشرط. طيب هلا طرح الضلعين، طرح الضلعين لازم يكون أصغر من الضلع المتبقي. طرح الضلعين 4x ناقص 3x يعني x لازم يكون أصغر من 28. أخذنا هذا من متراجعة المثلث، إذا صار عندي بمتراجعة المثلث إنه ال x بين الأربعة وال 28. طيب هلا رح نجي ناخد شرط الزاوية اللي هو عطاني إياه، عاطيني الزاوية A. طيب شو عم بيقول لي هو هون؟ انه الزاوية A اكبر من البي، الزاوية A معناتها هذا الضلع مقابل الزاوية A اكبر من هذا الضلع اللي هو مقابل الزاوية B. معناها هذا الكلام انه ال 28 هو اكبر من ال 4X، معناها اذا ال X هو اصغر من، راح نقسم طرفين على 4 اذا 7. اذا هون صار عندي ال X اصغر من ال 7، انا بهالمتراجعتين راح اخذ السبعة مع الأربعة، إذا X أصبح محصور بين السبعة والأربعة. هو شو عم بيطلب مني؟ عم بيطلب مني بده الماكس ناقص المينيموم. الماكس أكيد هو راح يكون ستة، ناقص المينيموم راح يكون عندي هو خمسة، فستة راح خمسة الجواب واحد، يعني جوابي هو A. بالسؤال الخمستاعش عم بيقول لي الألفا أكبر من ستي، إذا الزاوية ألفا أكبر من 60 بده مجال إكس شو راح يكون؟ طيب هون عندي 5 8، أنا أول شيء راح أكتب متراجعة المثلث. الإكس لازم يكون محصور عندي بين جمع الضلعين 13 وطرح الضلعين 3. هذا من متراجعة المثلث. لكن هلا أنا مشان أحقق الزاوية 60، طبعا فيني أحسب الإكس من نظرية الكوساين أو بالرسم، لكن أنا بفضل الرسم أسهل. لو أنا رسمت عمود من A نزلت عمود بهذا الشكل. طيب لو أنا اعتبرت أنه زاويتي مبدئياً الألفا، لو اعتبرت أنه هي 60، هذا هون راح يكون عندي الزاوية قياسة 30، فالضلع المقابل ل 30 نص الوتر، إذن هذا راح يكون 4. وهذا هون الضلع A، خلينا نسمي هاي النقطة K، A K، إذن راح يكون 4 بجذر ال 3. طول الضلع B J كله 5، طيب من ب لك 4، اذا هون تبقى عندي 1، طبعا هذا هون خلص. اذا هلا راح نقول لو كانت عندي الزاويه، انا طبعا هلا لازم احسب عفوا من فيثاغورس هذا المثلث، اطالع قيمه اكس، مربع ال4 بجذر 3 يعني 16 ب 3 48 زائد المربع هذا الضلع اذا 49، معناتها الاكس راح يطلع معي 7. لو كانت الزاويه الفا 60 فالاكس راح يكون 7، لكن الزاوية ألفا هي أكبر من 60، وبالتالي الإكس راح يكون أكبر من 7. فأصبحت عندي إذن المتراجحة بالشكل التالي، إنه الإكس محصور بين 7 وال 13، إذن إكس راح يكون بين 7 وال 13، يعني الجواب هو د. بالسؤال 16 في عندي المثلث ABC، عندي 8 بجذر 2، عندي 14، عندي الإكس، عم يطلب مني الماكس إكس، بس لكن عاطيني شرط إنه الزاوية ألفا هي أصغر من 45. شباب أول شيء بدي أكتب متراجعة المثلث، الإكس محصور ما بين جمع الضلعين وطرح الضلعين. طب جمع الضلعين 8 بجذر 2 زائد 14، هل بإمكاني بشكل بسيط أدخل 8 لجوا؟ إذا بتصير 64 ب 2 128. إذا صار عندي هذا هون جذر ال 128، راح أكتبه هون، إذا جذر ال 128 طبعا هو محصور بين جذر ال 121 وجذر ال 144، هذا راح يعطيني 12، هذا راح يعطيني 11. جذر ال 128 هو أقرب إلى ال 11 منه إلى ال 12، يعني خليني أعتبره 11.2 تقريبا كقيمة تقريبية
11.2. إذا إكس محصور صار بين جمع الضلعين، صار عندي 25.2، وطرح الضلعين 14 راح منه 11.2، يعني خليني أقول 2.8 بهذا الشكل تقريبي. طيب هلا رح نشتغل على الزوايا. بالنسبة للزوايا، مشان أشتغل على الزاوية عم بيقول لي ألفا أقل من 45، رح أنزل عمود بهذا الشكل. طبعا قلنا فينا نعتمد على نظرية الكوساين، لكن الرسم أسهل. أنا لو اعتبرت إنه الزاوية 45، لو اعتبرت إنه ألفا هي 45، بما إنه عندي الوتر هو 8 بجذر 2، فهذا الضلع أصبح 8 وهذا الضلع أصبح عندي 8. ال 14 كبوا منه 8 بيبقى عندي 6، 6 8 إذا بقي عندي الإكس 10. هلا إذا عم بيقول لي الزاوية ألفا هي أقل من 45، أنا لو كانت الزاوية ألفا 45 كان الإكس راح يطلع 10، لكن بما انه هي اقل من ال 45 وبالتالي الاكس راح يكون اصغر من 10، اذا اكس اصغر من 10. بلاحظ انا بمتراجعتي راح اعتمد على هذا الرقم وهذا الرقم. اذا انا منشان اطالع قيمه الماكس بكفيني بس اخذ من اشاره الاصغر. اذا اكس اصغر من 10 معناتها عندي الجواب جي. بهيك شباب بيكون وصلنا لنهايه هذا الاختبار، بتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا كثير لاصغائكم.